السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. في أول فيديو في قناتي للإسم ديال أخبار الشعب، فكنتمنى من الجميع الناس أنهم يدعموا القناة، ولنا لكم جزيل الشكر. المقال من جريدة شهد بريس تحت عنوان خبير فلورونا يطرق باب المغرب والتلقيح ضروري لتفادي العدوى. أنقلوا المقال: أصبح مرض فلورونا الذي جرى اكتشافه لأول مرة في إسرائيل قريبا من المغرب، عقب إعلان السلطات الصحية الإسبانية عن تسجيل حالة في إقليم كاتالونيا مما هو فيروس فلورونا، وهل يشكل خطر على صحة البشر؟ تساؤل. لقد أعلنت وسائل الإعلام الإسرائيلية خلال اليومين الماضيين عن تسجيل أول إصابة بمرض يسمى فلورونا، وهو عدوى متزامنة بفيروس كورونا وإنفلونزا معا. يعني وسائل الإعلام الإسرائيلية أعلنت بأن ظهر واحد المرض جديد اللي سميته فلورونا، وهو مرض متزامن يعني متشابه فيروس الكورونا. وقالت صحيفة هيديروت أحرونوت الإسرائيلية إنه تم تسجيل أول إصابة بمرض مزدوج لامرأة دخلت هذا الأسبوع إلى مركز رابين الطبي للولادة. يعني واحد امرأة سجلت على هاد الإصابة من المرض اللي سميتو فلورونا. ومرض فلورونا عبارة عن عدوى مزدوجة لفيروس كورونا وفيروس الإنفلونزا معا. وقد سجلت إسرائيل أول إصابة بهذا المرض لامرأة لم يتم تطعيمها. هي المرأة اللي تسجل عليها الإصابة يعني ما كانتش ملقحة. وقال خبير الطبي المغربي الطيب حمضي في تصريح له الصحيفة إن مرض فلورونا يمثل عدوى مزدوجة لكورونا وفيروس الإنفلونزا، مبررا أن خطر الإصابة بهذا المرض غير بعيد عن المغرب ويمكن أن يصل في أي وقت لأنه غير محدد بمعايير معينة. يعني واحد الخبير مغربي سميتو الطيب حمضي أعطى واحد التصريح للجريدة ديال أهف بريس بلي هاد المرض هذا مزدوج للفيروس يعني مشابه للفيروس كورونا الأول، وتيقول بأن الخطر ديال الإصابة بهذا المرض في المغرب يعني ماشي بعيد، يعني في أي لحظة نقدر نسمعو بأن فيروس فلورونا منتشر بصورة كبيرة في المغرب. وأشار حمضي في تصريحه إلى أن مرض فلورونا هو مزيج بين فيروس كورونا ومزيج الإنفلونزا، ويمكن أن يسبب أعراض شديدة مثل الالتهاب الرئوي والتهاب عضلات القلب. يعني الخبير تصرح تقول بأن هذا المرض ديال فلورونا هو في جزء ديال الفيروس، يعني في فيروس ديال كورونا والإنفلونزا، يعني العادي اللي كتجي مع كورونا سماوها فلورونا، لذلك سماه فلورونا. وأورد المسؤول الصحي ذاته أن ظهور حالات من هذا المرض كان متوقعا لأن الفيروس الإنفلونزا منتشران بشكل كبير وسط المرضى، وهذا ما يؤدي إلى إضعاف المناعة إلى مستويات قياسية، مشددا إلى أن انتشار المرض وظهور الإنفلونزا يمكن أن يسبب ظهور متحورات وطفرات متطورة للفيروس. يعني المسؤول الذي يقول بأن بكثرة ما أن المرض ديال كورونا والإنفلونزا منتشرين بزاف في الوسط المغربي، يعني من المحتمل كبير أنه يظهر فلورونا في المغرب بسبب ديال المناعة اللي نقصات عند المغاربة، وهذا المرض هذا كي يعني الظهور ديالو كيفاش تيكون عن طريق الالتهاب الرئوي والتهاب عضلات القلب. يعني حسيتي بأن الرئة ديالك شوية تتحرقك ولا عضلة ديال القلب تضرك، يعني خاصك دير واحد التحاليل تشوف راسك واش نتا مريض ولا ما مريض. يعني
تلك الوقائع. وقال حمد إن احتمال الإصابة بفيروس قائم، مضيفا إلى أن الإصابة بكوفيد وميكروب آخر أو ما يسمى سيرانفكسيون لا يمثل شيئا جديدا في علم الفيروسات والمناعة. ودعا البروفيسور عينه المواطنين المغاربة إلى التوجه إلى مراكز التلقيح لتلقي الجرعات الضرورية للعودة إلى الحياة الطبيعية بدون قيود صحية ولا إجراءات احترازية مشددة. البروفيسور توجه أن المواطنين يمشيو المراكز ديال التلقيح ياخذوا الجرعات ديالهم باش نتفاداو هذا المشكل ديال الفيروس هذا ديال المرض اللي انتشر في المغرب. وهذا هو المقال ديالنا، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.